أهلا وسهلا، صباح الخير، جمعة مباركة. اليوم صاحية مرة مشتهية أعمل التشيدر بسكتس، عرفتوها اللي هي زي الخبز اللي تقدم في مطعم رد. طبعا الجمبل من الأشياء اللي مرة مفيدة لما أهلا وسهلا، صباح الخير، جمعة مباركة. اليوم صاحية مرة مشتهية أعمل التشيدر بسكتس، عرفتوها اللي هي زي الخبز اللي تقدم في مطعم ريد لوبستر، وفي واحد شبهه في بابايز. المهم مرة لذيذ، هي كأنها خبز وفي معاه جبنة، فخليني أخذكم على المقادير بسرعة. المقادير حكتب لكم هي بالتفصيل طبعا بعدين. عندي هنا دقيق، بيكنج باودر، بيكنج صودا، وعندي بودرة ثوم وبودرة بصل، هدول الاثنين اختياريين بس يدوا طعم لذيذ. وعندي ملح، انا استخدمت ملح فيلو كده نكهات شوية موجود عندي من اول، تقدروا تحطوا ملح عادي. عندي لبن، لبن سائل، وعندي زبدة، جبنة شدر، استخدم النوع الشارب اللي يجيكم حاد نكهته قوية، وهذا بقدونس مفروم. قبل لا احط الزبدة لانه هي اول خطوة، بس اقلب هذه المكونات مع بعض الجافة كويس. بعدين عندي زبدة، الزبدة زي ما قلت لكم لازم تكون باردة، فأنا مقطعاها وحاطاها كنت في الثلاجة أو حتى في الفريزر يعني كم دقيقة بس تجمد. ححطها، وشفتوا كيف نعمل التارت، كيف نفرك كده بيدنا، حأسوي نفس الشيء سواء باليد أو باستخدام هذه الآلة، حوريكم كيف. هي الفكرة فين في الحركة هذه، إنه إحنا نبغى الدقيق كله يصير كده زي الحبيبات مع الزبدة، عشان لما الزبدة تسيح في الفرن تسوي لنا يطلع البخار منه ويصير لنا زي الفراغات، تكون هشه ما تكون دنس، ما تكون كانها كيكه. فعشان كده احنا نفرك الزبده مره كويس مع الدقيق. طيب بس للمعلوميه، اذا حتسووه باليد ياخذ يعني ياخذ شويه وقت، ما هو في الثواني حيصير، لانه ابغى اتاكد كده انه كل الزبده مع الدقيق اتفركت. تقدر تسووها في محضره الطعام في الفود بروسيسر، كم بس بلسز يعني تضغطوا ضغطات خفيفه، مو انه تخلوه يعني مرة يكون قوي. خلاص شوفوا كيف صار شكل الدقيق، كل الزبدة دخلت فيه. هحط الحين الشدر، جبنة الشدر، زمان كنت أحط معاها شوية جبنة بارميجان، بس مشكلة البارميجان شوية تتحرك في الفرن. وعندي هنا بقدونس، البقدونس اختياري مو لازم تحطوه، هقلبهم كويس. ولا تكتروا مرة مرة الشدر، لأنه برضو الشدر ممكن تلدع في الفرن. آخر حاجة هحط اللبن. في الأول هقلبها بالملعقة، ولا تبالغوا مرة في التقليب، هي الفكرة إنه هي تكون كده حاجة مرة هشة، يعني ما هي عجينة ما حنقعد نعجنها. فأقلبها أول كده، بعدين ممكن بيدي شوية عشان بس تتجمع، هأكمل. حاجة بسيطة بس تجميع، تجميع مو عجن. هذا شكلها بعد ما جمعتها. دحين عندي هنا صينية حطيت عليها السيليكون مات، وحبدأ يا أشكلها بيدي يا إني أنا أعملها بالملعقة أو بالسكوب حقة الآيس كريم. في ناس تفردها على الطاولة شوية، تفردها وبعد كده تقطعها بالكاترز، أنا ما أحب الحركة دي، أنا أحب يكون شكلها عشوائي شوية. هذا شكلها بعد ما حطيتها في الصينية، حادخلها الفرن وحخليها لما تستوي، حاقول لكم طبعا كم المدة اللي أخذت، بس درجة الحرارة اللي أنا مسخناها من أول هي 190. على بال ما تخلصنا الفرن، هنا بس دوبت زبدة على النار، حطيت معاها توم مهروس، بقدونس، ورشة بابريكا صغيرة، وقلبتها يعني شغلة دقيقتين على النار. طلعتها من الفرن، أخذت مني بالضبط 12 دقيقة، بس أبغى أوريكم، ركزوا في شغلة، شوفوا شايفين قديش طرية. ليه؟ لأنه ما عجنتها مرة كتير، لأنه الزبدة أخذت راحتها ودابت زي الناس. أبغى أقطع لكم واحدة من جوا، طبعا هي نار حارة مرة، شوفوا مستوية من جوا، سوبر فلافي. هذا أهم شيء، من برا القرمش ومن جوا لازم تكون طرية، لو ما كانت معاكم طرية يعني مرة عجنتوها بزيادة. طيب ممكن لو سمحتوا أطلب منكم طلب، ممكن تجربوها الآن اليوم إذا قدرتوا تجيبوا المقادير وتعملوها بالملي. يعني هي ترى باي ذا واي الوصفة هذه، المقادير ما هي اختراع، بس أنا دائما يعني عن الناس اللي دائما يعملوها، أنا أزيد الزبدة، أكتر الزبدة عشان تطلع مرة فلافي، وطريقة العجن طريقة التشكيل مرة تفرق. فأبغاكم تجربوها وقولوا لي إيش رأيكم. أرهب كمان.